البنات اللي ببيت مراد هن بناتك؟ ايه بناتي. رح يجي الكيخ الجديد. دخلك مين هو؟ ما بعرف، بس بدي وحده من بناتك تتقرب من الكيخ. في ليلى وجمانة، بس ليلى افهم من جمانة. عظيم، لكن خليني اقول لك كيف لازم تتصرف ليلى. ماشي. اسخن مش روح. مش روح. لك لا اسفحي. لا بس انا. لا بقى. مالي نفس الاشي زمان ولا تركيني. ماني تاركتك، لازم تنسي بقى. شلون بدي انسى؟ والله لا يوفى على هالعمل. اميره هلا انت خلصتي منها، لازم ترجعي مثل ما كنتي. كيف يعني بدي ارجع مثل ما كنت؟ ليش هيك يا قوت عم تطلع فيني؟ بدك تخلصي من شر الحال بعد يعني ياقوت. ايه بس ما خلصت من عطر طلعتلي ياقوت. بس انا ما عملت لها شيء. ليكي اميره هي بتكون عم تقول لك شيء لتوقعك بشيء ثاني، بدك تديري بالك منها. على عيونك. عم تحكوا على اي شيء؟ يلا خلصي بسرعة بدي اياكي جوا. يلا بسرعة. لا بدي اياكي تضلي واقفة بخلقتنا. روحي. لك انت شو خصك فيه؟ شو خصك فيه؟ ما بتعرفه صاحبي؟ بعرفه صاحبك ورفيقك، بس ما بعرف انك مصاحب واحد جواد. لك بيرجع بيقول لي جواد. انس ماله جواد؟ ماله جواد حاجة تتبلى للرجال؟ ايوه ماله جواد. شو اللي لفه على حني لكان؟ شلون هيك عم تعلي صوتك على اخوك الكبير؟ رحت لعند فريز افندي وقال لك وفهمك وشرح لك شو بدك. هلا بدك تخانق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.